السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال اتش بي سي المتميزة دائما. برحب بحضراتكم في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم داليا شو. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مميز جدا من الموضوعات المحببة جدا لقلبي، وهو نقطة تحول وقصة نجاح. في حياة الإنسان دايما في تطور وتغير مستمر، ودي طبيعة الحياة. فالتحول قد يكون إلى نجاح وقد يكون إلى فشل، ولكن الإنسان الذكي هو اللي يقدر يحول أي فشل لتحدي وإصرار ونجاح. موضوع حلقتنا النهاردة معانا فيها ضيوف مميزين جدا ونماذج مشرفة جدا، وأنا فخورة قوي إن هم معايا النهاردة في حلقتنا. قدروا إن هم يوصلوا لهدفهم ويحققوا كل نفسهم فيه في وقت صغير جدا مقارنة بسنهم الصغير، غيرهم ما بيقدرش يوصل للي هم وصلوا له في مرحلة صغيرة. ضيوفنا النهاردة مميزين جدا داخل مصر وخارج مصر، ولكن قبل ما ابدا حلقتنا معاهم خليني ارحب الاول بزميلتي الجميله رنا علي، تاني لقاء ليها معانا في البرنامج. عامله ايه؟ الحمد لله تمام، منوراني النهارده يا رنا. نورك، ميرسي قوي، بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده. هنرحب النهارده بضيوفنا الكرام، معانا دكتور محمد صبحي التميرك، استاذ بحوث التسويق واداره الخدمات الالكترونيه المساعد بجامعه كنت بالمملكه المتحده. بشكر حضرتك جدا على تلبيه الدعوه، برحب بحضرتك. ومعايا دكتور هاني السيد عوض، دكتور المحاسبه والتمويل جامعه بورتسموث ببريطانيا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بك، منورونا النهارده، شرف كبير جدا وجودكم معانا النهارده. طيب احنا نبدا مع حضرتك يا دكتور هاني، ممكن بقى حضرتك تعرفنا بنفسك بشكل عام وتحكي لنا عن تطورك، يعني تدرجك المهني. تمام، انا بدات حياتي الدراسيه في دخلت كليه تجاره انجلش جامعه المنصوره. كان هدفي طبعا الرئيسي ان انا اكون معيد في الجامعه واشتغل دكتور في الجامعه وكده، بس خلصت الكلية وما طلعتش من الأوائل فما تعينتش، ولكن الهدف أو الطموح ده فضل معايا. فبعد ما خلصت اشتغلت في بنك بعد سنة على طول من التخرج، ولكن أنا ما لقيتش نفسي في البنك، ما كنتش حابب أشتغل خالص في البنك، ما كنتش لاقي، يعني مش لاقي نفسي في البنك، مش لاقي كونتريبيوشن. فقررت على طول بعدها بسنتين إن أنا أكمل ماجستير. قدمت ماجستير كلية تجارة جامعة القاهرة وخلصته الحمد لله، ونشرت أبحاث في الوقت ده وخدت جوائز دولية اللي هي ذا بيست بيبر أوردز. بعد كده حصلت على وظيفة في إحدى الجامعات البريطانية في مصر في القاهرة، اشتغلت فيها 3 سنين قبل ما أسافر للمملكة المتحدة عشان أكمل الدكتوراه. دي منحة؟ منحة جالي منحة من الحكومة البريطانية اللي أنا أكمل دكتوراه على حسابهم. فالحمد لله برضو سافرت بعد ما خلصت الماجستير هنا في مصر. خلصت المنحة قبل، يعني بالضبط بعد سنتين من سفري اشتغلت في جامعة لندن، بعدها ب6 شهور اشتغلت في جامعة بورسموث وأنا لسه طالب. ما شاء الله. فدي كانت يعني حاجة من النقط المضيئة في حياتي يعني. طبعاً نقطة التحول اللي أنا كنت شغال في بنك بس كنتش حابب البنك، فلما ربنا كرمني واشتغلت في الجامعة وخلصت الدكتوراه قدمت استقالة للبنك. مع ان حضرتك اشتغلت في بنك، يعني فرصه جات لك كتير قوي؟ هي فرصه طبعا، وده كان قرار صعب عليا، وناس يعني اصحابي كتير يعني يتمنوا حاجه زي كده. بس في نقطه مهمه جدا انا بنصح بها اي حد، اللي هي ما تشتغلش شغلانه انت مش حاببها، لازم شغلانه انت تلاقي نفسك فيها، تعمل فيها كونتريبيوشن، تضيف. لكن انت في مكان حتى لو بتاخد مرتب قد كده بس مش بتضيف، مالكش كونتريبيوشن، ما انتش حابب الشغل، يبقى nothing يعني. بالظبط. دكتور محمد صبحي، عايزين نعرف من حضرتك تدرجك العلمي، يعني شغال فين دلوقتي او قبل كده كنت شغال فين؟ الاول برحب بيكم، انا اسمي دكتور محمد صبحي تميرك، وانا بدات في، كنت زمان طالب برضو زي دكتور هاني، بس بدات الاول كنت مش طالب شاطر خالص، بس هي في برضو الاسره ليها دور كبير، ان هم كانوا دايما حاسين ان ينفع ابقى دكتور، فابتدي يشجعوني وبدات انا ابتدي ادرس وابتدي ان انا ادور ان البيزنس ده حاجه لغه الحياه يعني. فبدات احب الكليه عن طريق الدكاتره اللي بيدرسوا لي، وبدات بعد الترم كده لقيت نفسي طلعت الاول على الكليه، وبعدين بابايا بقى قاعد يركز معايا ويشجعني ويديني هدايا واجيب لك موبايل لما تجيب اكتر. كان دعم كبير لحضرتك. الحمد لله انتهى الموضوع، انا طلعت الاول على الكليه ما شاء الله، وتعينت معيد، وبعد كده بدات ان انا اتدرج بقى، اخلص الماجستير في الجامعه. وتاني نقطه تحول هي ان انا حصلت على بعثه، بس المره دي عن طريق وزاره التربيه وزاره التعليم العالي، وسافرت، وكانت فرصي في ان انا اخد المنحه دي قد لا تتعدى 1%، فدي حاجه مهمه جدا انا حابب ان انا اقولها، ان لازم الواحد يحاول حتى لو في فرصه ضعيفه. انا كان ساعتها سني 23 سنه، فقالوا استحاله دايما بالاقدميه، الحكومه بالاقدميه،
سبحان الله يعني كان ليا نصيب سافرت. من اول مره قدمت اتقبلت على طول؟ لا اترفضت، وكان في ساعتها الدكتور هاني هلال كان وزير التعليم عالي، جه قال ناخد كل الناس ان في فلوس موجوده. دي كانت في عام 2000 وكام تقريبا؟ تقريبا ده كان كلام 2006 حاجه كده. ما شاء الله. سافرت برضو، كان احد اساتذتي في الكليه كان خد دكتوراه من جامعه نوتنغهام، فبرضو ده خلاني عايز اقدم للجامعه دي وابقى زيه. ده برضو فكره المثل الاعلى في حياه الواحد. اما رحت هناك برضو كان كم الاحباطات، وشفت ناس كتير بتسقط هناك المان وانجليز، فحتى واحد الماني قال لي لازم تذاكر على الاقل في اليوم 10 ساعات. سبحان الله خلاص الدكتوراه في سنتين ونص تقريبا في زمن قياسي، خدتها الحمد لله بدون تعديلات. وساعتها الجامعه هناك عرضت عليا وظيفه ان انا ما ارجعش، بس انا اصريت ارجع عشان يعني حاسس ان انا عندي برضو البلد هي اللي مسفراني. ومن ساعه ما رجعت بقيت ما بين مصر وانجلترا وامريكا. خدت منح، خدت 4 منح، فاشتغلت استاذ زائر في جامعه جورج واشنطن وجورجيا ستيت وجامعه لافبرا وجامعه نوتنغهام. وانتهى بقى المشوار ده بان انا في الاخر قالوا لي طب انت تعالى، انت يعني ابتدى يحصل فيه شغل في السيرفيس روبوتكس اللي هي الانسانات الاليه والبيج داتا والحاجات دي. فانا حبيت ان يعني انا في يوم من الايام راجع جامعه القاهره، انا مش ناوي اعيش بره، فحبيت ان انا اخد واتعلم الحاجات دي بحيث ان انا بعد 3 أو 4 سنين ارجع تاني الجامعه. يعني ما كنتش ناوي تستقر هناك؟ كان ناوي ترجع مصر تاني؟ بص انا طول الوقت مرتبط بمصر، يعني انا لو كان فكره في 2010 لما قالوا لي اقعد معانا، يعني في 2010 النهارده احنا 2020، كان زماني خدت الجنسيه وقعدت. بس انا طول الوقت بحب مصر جدا، وحتى في فتره اللي انا قعدتها في مصر اشتغلت استشارات سواء مع قطاع عام او قطاع خاص او مع شركات كتير، فده برضو اكسبني خبره ان انا بحس برضو واحد من عوامل النجاح اللي هما برضو في انجلترا حسوا الموضوع دوت فيا، اللي هي فكره ربط النظريه بالتطبيق. يعني انا مش عايز ابقى بتاع كتب، عايز دايما ان ازاي نطبق وازاي نحل مشاكل على ارض الواقع، وده اتمنى ان يبقى هنا بشكل اقوى. يعني حضرتك قلت دايما قلت حته يعني مختلفه عن الشباب خالص، يعني لما سافرت كنت حابب بعد كده ترجع مصر وحاطط في دماغك عامل خطه ترجع مصر بعد كده، على عكس شباب كتير جدا بيتمنى ان هم يسافروا ما يرجعوش تاني. يعني بصي انا يعني مصر ليها فضل طبعا كبير عليا جدا، واستثمروا فيها فلوس كتير. جامعه القاهره يعني انا من الناس اللي دايما بتكرم من الجامعه عشان الابحاث بتاعتي بتبقى في اعلى مجلات، ففي دايما تشجيع من الجامعه، فانا دايما حاسس يعني بنوع من انواع ان انا عايز ارد الجميل. انا شايف ان احنا كمصريين في عندنا كفاءات قد تتفوق على اللي بره، بس يمكن عايزين الظروف المناسبه مش مستغله. صح، هي برضو دي حاجه، لو انت الظروف مش مناسبه لازم انت تشتغلي على نفسك. انا لما رحت لانجلترا وانا بعمل انترفيو كان بقالي 9 سنين سايب انجلترا وبره الماركت خالص، بس انا يعني دايما كنت بقيس نفسي على الجامعات اللي بره والابحاث وان انا يبقى عندي سجل بحيث لو رحت اي جامعه سواء بره مصر او جوه مصر ما زلت ابقى حد محبب ان هو ياخدوه. فده حاجه مهمه ان الواحد ما يركنش ان جامعه القاهره جامعه حكوميه. وانا حاليا يعني استاذ مساعد قديم بالاقدميات يعني، بس مهم ان الواحد يعني يطور من نفسه، ما يقولش انا مبسوط زي دكتور هاني كده حب يسيب البنك يعني. هو حضرتك اتعرفت على دكتور هاني هناك صح؟ بالظبط. ما شاء الله. طيب دكتور هاني، اكيد لما اتخذت قرار زي كده اكيد زمايلك كان لهم رده فعل، واهلك اكيد دعم، يعني اهلك اكيد دعموك وكده. عايزين نعرف قرار اللي انا اسيب البنك ولا لانه صعب انك في مصر تسيب شغلانه حكوميه وتخاطر وانت مش ضامن. فانا عايز اعرف ايه رد فعل اهلك، مين دعمك انك تستمر؟ لا هو للاسف ما فيش حد دعمني خالص، كنت انا الوحيد اللي يعني الناس كلها تقول لي لا ما تسيبش البنك، ده وظيفه حكوميه مهمه لازم. حتى فيش اشخاص من اسرتك نفسها مثلا لا، هو والدي كان دايما حابب ان انا اكون دكتور في الجامعه، وكان هو بيشجعني جدا، فكان يعني بيشجعني في الاتجاه ده، فانا كنت ماشي فيه، بس في نفس الوقت ما سيبش البنك. بس انا خلاص جيت في فتره لما نشرت ابحاث دوليه اخذت جوائز، فلقيت نفسي في اللي هي الحياه الاكاديميه، حياه الجامعه، حياه الريسيرش، حياه التيتشنج، برضو عملت حضرت مؤتمرات في نيويورك وفي لندن، فلقيت لا انا هنا ده مكاني. فخلاص فقعدت مع نفسي وفكرت وخدت قرار لحد ما فردي، طيب انت اللي هترجع البنك ده مكانك ولا لا؟ فطبعا كانت الاجابه لا، فقدمت استقاله، وكان يوم سعيد جدا جدا في حياتي. يعني اللي انا ما خفتش خالص وانت بتعمل الخطوه؟ لا لا طبعا ما خفتش ولا خالص يعني، بس انا يعني زي ما قلت لحضرتك هي الدنيا واسعه قوي، احنا بس ممكن كل واحد في وظيفه بيبقى يعني شايفها هي مفيش غيرها، هي دي بس. لكن انت لو طلعت بره
ما اقصدش بره مصر يعني، يعني دورت زودت كفاءه مهاراتك وكفاءاتك وادائك وكده، هتلاقي فرص كتيره جدا، وممكن تلاقي وظيفه احسن بكتير من اللي انت فيها. برضو عايز اتكلم عن فكره مصطلح جميل قوي اللي هي عبوديه الوظيفه. يعني ما تبقاش عبد للوظيفه حتى لو هي حكوميه، حتى لو مرتبها كتير جدا. اهم حاجه راحتك النفسيه، اهم حاجه تكون انت مبسوط في الوظيفه دي، اهم حاجه تلاقي نفسك وتعمل كونتريبيوشن، دي اهم حاجه. بس برضو ما كانتش سهله عليا، يعني انا عملتها بعد ممكن 10 سنين. يعني دخلت الكليه الاول وما لم اوفق وما طلعتش من الاوائل فما تعينتش، بس الفكره كانت لسه في دماغي، بالرغم ان انا اشتغلت البنك وقعدت 9 سنين في البنك، ومع ذلك برضو الفكره كانت في دماغي. مفيش حد شجعنا خالص، اللي انا كان ناس كتيره، حتى انا اتذكر مدير البنك وانا كنت باخد اجازه عشان اروح جامعه القاهره المحاضرات، فكان يقول لي انت بتعمل ماجستير ليه؟ احمد ربنا انت شغال في بنك، غيرك مش لاقي الوظيفه دي. فطبعا ما كنتش بسمع لاي حد خالص يوقفني يعني. واعداء النجاح طبعا كتير، يعني هم عايزينك في مكانك ثابت، بس الدنيا واسعه قوي والدنيا فيها فرص كتيره جدا، ولو في باب اتقفل في وشك في ابواب كتيره، حتى الجنه فيها 8 ابواب مش باب واحد يعني. ما ندمتش لاي لحظه انك اتخذت القرار ده مثلا؟ لا طبعا، ده من اهم واحسن ويا ريتني. لا ده بالعكس، ده انا ندمت اللي ما خدتوش بدري. يعني انا ندمت اصلا اللي انا قعدت الفتره دي كلها مرتبط، عشان انا في فتره الماجستير كنت شغال في البنك وبعمل ماجستير في نفس الوقت. وكان جهد عصبي عليا، انا اتذكر بعض الايام كنت بنام 4 ساعات بس، عشان كان يعني اشتغل في البنك واعمل الابحاث المطلوبه مني ورساله الماجستير في جامعه القاهره. فانا لما يعني وصلت المرحله دي ندمت، طب انا ليه ما خدتش القرار ده من بدري؟ كنت هوفر جهد كتير قوي عليا وكده يعني. طب من تجربه حضرتك، شايف ان لو حد بيشتغل شغل هو مش لاقي نفسه فيه بس ما عندوش مصدر دخل تاني، وفي نفس الوقت عنده اعباء ماليه ومفيش اي فرصه تانيه، يسيب بالضبط الشغل يسيب اللي هو فيه؟ لا ماشي، ده سؤال كويس جدا. لا طبعا ما يسيبش الشغل خالص، يفضل فيه بس يطور من مهاراته. هو اهم حاجه في الحياه الواحد يكون له تارجت، له هدف. ما ينفعش كده لما انا اسالك انت هدفك ايه ما اعرفش، او تبقى متردد. لازم هدفك يكون واضح. انا من الاول كان هدفي واضح، عايز اكون دكتور في الجامعه، بس ده هدف واضح وانا شايفه كويس. يعني المركب في البحر ما ينفعش تمشي بدون ماب، بدون خريطه، لازم معاك خريطه. فطبعا الشخص زي ده معتمد على الوظيفه هيستمر فيها عادي خالص، بس يشوف هو عايز يشتغل فين بالظبط، ايه الوظيفه اللي هو حاببها، ويشوف ايه هي المهارات المطلوبه، واثناء وجوده في الشغل ده في البنك او في التلفزيون او في اي مكان يعني، يطور من مهاراته ويوصل للمستوى اللي يمكنه اللي هو يحصل على الوظيفه اللي هو عايزها. انا عملت كده، انا ما سبتش البنك الا لما ضمنت الوظيفه الثانيه. معنى يعني انا برضو مش نصيحتي للشباب اللي انت تسيب الشغل على طول دلوقتي، لا خليك عادي بس تشتغل كتير. يعني اذا كنت بشتغل في الشغل بتاعك 8 ساعات خليهم 16 ساعه، الثمان ساعات التانيين خد انجلش، يعني خد دورات انجلش، طور مهاراتك، السوفت سكيلز، الكوميونيكيشن، نيجوشيشن سكيلز، كل الحاجات دي مطلوبه. الحاجه الثانيه برضو بص بره، يعني بره اوت اوف ذا بوكس، بره الصندوق. الدنيا كلها مش يعني الشغلانه بتاعتك، في شركات كتيره جدا دوليه موجوده في مصر، في شغلانات موجوده على مستوى العالم، انت بس على الانترنت هتلاقي يعني طلب قوي جدا على وظائف على مستوى العالم. فانت يعني ما تخليش بس نظرتك ضيقه على السوق المصري، لا في الخليج، في الدول الاجنبيه، وفي برضو التجربه بتاعت الجميله بمناسبه برضو التعديلات اللي هي على قوانين الهجره في بريطانيا، سهله على الناس. يعني اي حد عايز يسافر بريطانيا يشتغل دلوقتي الطريق بقى سهل جدا، هو بس ياخد ايلتس، دي شهاده انجلش دي ممكن ياخدها في سنه، بعد كده يقدم على ماجستير هيخلصه برضو في سنه واحده بس، وله الحق لمده سنتين يفضل في بريطانيا يبحث عن عمل. فسنتين كتير جدا. الحاجه الثانيه، بريطانيا كبلد محتاجه يعني في شورتج، في نقص في وظائف كتيره قوي، منها وظائف الجامعيه، منها وظائف في الطب، في الميديكال فيلد في شورتج جامد. فالطريق بقى سهل قوي لاوروبا، انت بس خد يدخل البلد كانك طالب رايح تعمل ماجستير. مفيش اي شروط معينه للسفر او اخذ المنحه؟ لا هي الايلتس بس، اهم حاجه الايلتس، هو ده اللي هو الانجليش عشان تعرف تتكلم وتتعامل مع الناس. في ناس معاهم بس مش بيعرفوا ياخدوا المنحه، يعني مش بسهوله. لا هي مش منحه، هي المنحه مش برضو متوفره لكل حد. هو في الحاله ده يطلع على حسابه. طيب السؤال بقى هنا، طب ما هي غاليه قوي ومكلفه. لا الشغل هناك هيغطي، الشغل هيغطي. وانا اشتغلت قبل ما اشتغل في الجامعه، اشتغلت برضو شغل تاني، فده يعني كان بيعمل لي دخل عالي قوي.
فالشغل هناك بيمكن الطالب اللي هو يغطي نسبه كبيره من الاتعاب بتاعه الدراسه يعني. زائد اللي هو له سنتين قاعد في البلد مع اقامه لمده سنتين يبحث عن عمل، وطبعا لو قدم دكتوراه له 3 سنين. النقطه برضو الثانيه، طب السؤال، طب انا لو معايا فعلا مبلغ معين وصرفته كله على الدكتوراه، هرجعه في كام سنه؟ ترجعه من 2 لـ3 سنين. فهي يعني انا شايفها اللي هي فرصه كويسه. انا قبل ما اطلع حتى منحه من الحكومه البريطانيه كنت هطلع على حسابي، فحسبتها كده انا هدفع كام وهسترده في وقت قد ايه. ف يعني في انا شايف في فرص كتيره جدا، ما تركزش على مصر بس، في دول كتير في فرص كتير. بس اهم من ده كله، اهم من الفلوس، المهارات بتاعتك الانجليش، المهارات بقى الاستماع والتفاوض والتواصل والحاجات دي كلها. طب دكتور محمد، ايه التحديات اللي قابلتك هناك لما سافرت؟ الشغل مع الدراسه كان عائق ليك، ولا كان في تحديات تانية هناك في البلد غريبه، بلد اجنبيه؟ بصي، وانا التحديات طبعا بتبقى فكره ان انت في بلد مختلفه عنك، مطالبه ان انت تخلصي حاجات معينه، زمايلك كلهم انجليز، دي لغتهم الاولى، فكره البعد عن الاسره، ثقافه مختلفه وكل حاجه. بس الحاجه اللي زي ما دكتور هاني، فكره ان الواحد بيبقى عايز يحقق الهدف منه. انا عايز ارجع للكلام بتاع دكتور هاني، في فكره ان الواحد لازم يكتشف نفسه قبل ما يحط البلان او الهدف. انا بعتبر ان احنا كلنا اذكياء، بس اذكياء باشكال مختلفه. ففي ناس بتبقى ذكائها رقمي، في ناس ذكائها بيبقى في التواصل مع الناس، في ناس ذكائها بيبقى في الرسم. فانت ما تيجي تفكر في الوظيفه، سواء عايز تعمل دكتوراه او عايز تشتغل بروجرامر او وات ايفر، حاول ان انت تفكر الوظيفه دي ايه المهارات اللي هي محتاجاها، ويا ترى المهاره دي انا مميز فيها، نوع الذكاء بتاعي هيخش فيها ولا لا. وبعد كده ابتدي بقى افكر انا طب اعمل ايه عشان اوصل لها. بس في ناس ما بتبقاش عارفه اصلا هي عايزه ايه، مش محدده. دي المشكله يعني الكبيره، تبقى تايهه. طب حاجه تنصحها تعمل ايه عشان تحدد هي عايزه ايه بالظبط؟ انا عملت ان انا بدات اتواصل مع الناس الاكبر مني. يعني لو انا بفكر اشتغل في بنك، اروح اتكلم مع ناس شغاله في بنك، بفكر اشتغل في حاجه اي تي، فان انت او تنزلي تدريب فيها، او ان انت تقري عنهم او تدوري عليهم وتتكلمي معاهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاطلاع. يعني الكورونا، قبل الكورونا في وظائف كتيرة انتهت وشركات قفلت، وفي بعد الكورونا وظائف اتخلقت. فأنا لازم أبقى، لو أنا واحد في ثانوية عامة أو أنا واحد في جامعة، أنا لازم أبقى شايف إيه الوظائف اللي بيحصل فيها نمو وبتكبر والطلب عليها بيزيد، فابتدي إن أنا أفكر إن دي ممكن تبقى الوظيفة اللي أنا عايزها. أنا يعني بشفق على ناس كتير في مصر، إن إحنا أغلبنا رايحين ناحية طب هندسة، وناسين ان ممكن الواحد يبقى مثلا رائد فضاء، ممكن يبقى مخرج في شركه كبيره، في افلام، ممكن يبقى حاجات كتير. كل واحد سواء لعيب كوره او حاجه، هو بيحب اللي بيعمله وعنده المهاره المناسبه ليه، فعشان كده نجح. طب لو انا عندي وظيفتين، وظيفه مرتبه عالي بس مش لاقي نفسي فيها، والعكس وظيفه انا لاقي نفسي فيها بس مرتبه صغير، حضرتك تنصحني لو حاجه مكاني مثلا وانا قدامي الوظيفه دي، تنصحني بايه؟ اختار انهي فيهم؟ بصي، انت محتاجه ان انت تفكري، مش هينفع تغيري الوظيفه النهارده، انت محتاجه تفكري على الاقل 5 سنين من. لا مش هغير، لسه معروض عليا وظيفه بس مرتبها قليل، بس مش ده اللي انا عايزاه. بس لو انت مش الوظيفه انت مش عايزاها، مرتبها كبير بس مش لاقيه نفسي فيها. لا انا رايي لان انت مش هتقدري تبدعي فيها. في جزء من عمليه النجاح هي ان انت بتبدعي في الحاجه دي، تبقي مختلفه عن غيرك، فانت بتقدري تدي فيها كل حاجه. فانا انا بفضل يعني. انا كنت كتير قوي بسافر مهمات علميه، جامعه جورج واشنطن او الجامعات دي، كان بيبقى عشان هي منحه ما بتبقاش مرتبها كبير، بس انا بعمل حاجه اللي بحبها، بتعلم علم جديد لسه مش موجود في مصر، حاجه زي الاناليتكس او البيج داتا او الذكاء الاصطناعي او الحاجات دي. وحاسس ان في يعني الفتره الجايه حتى الحكومه ابتدت انها الحاجات دي تبقى من الحاجات المهمه فيها، فلما يجي الوقت ده انت هتبقي من الناس اللي جاهزه وتعلمتي الحاجه دي. وانا بشوف كتير قوي شباب مصري بيشتغل على السيلف ستادي، وبقى ممكن يخش على ويب سايتس كتيره يحضر كورسات اونلاين. فانت مش لازم تبقى قاعد ان انت لازم تسافر بره تتعلم، ممكن تتعلم في مكانك. وفي يعني. طب دكتور، حضرتك شايف انه مثلا انه احسن ان الشاب يعني يثبت نفسه في بلده، يلاقي شغلانه في بلده ويثبت نفسه في مصر الاول، ولا يسافر يبدا بره وبعدين بره يعني هيبقى افضل؟ بصي، انا شايف فكره مصر وبره مصر ما بقتش موجوده قوي، لان انت عندك شركات كتير قوي في مجالات كتير، مالتي ناشونالز في مصر. بس في ناس تقول لك لازم ابقى في بلدي على الاقل ليا حاجه، يعني ليا شغلانه مستقره في مصر، عشان لازم في الاخر هتنزل بلدك يعني.
بصي ما فيش حاجه دلوقتي، في العكس في بيبقى عايز يسافر ما يرجعش تاني. بس انا شايف ان انت في كل الاحوال انت لازم تبصي على ان انت تطوري من نفسك بالنسبه للعالم. يعني انا كنت في جامعه القاهره، ولو انا فضلت في جامعه القاهره هبقى استاذ مشهور ومعروف في جامعه القاهره على مستوى الطلاب بتوعي. بس انا دايما باصص لان انا عايز ابقى على مستوى عالمي. انا ده اللي انا بطمح له وعايز اعافر عنه، ومستعد ان انا اضحي بوقت وجهد واتغرب عشان ابقى حاجه معروفه ليا اسم فيها. فدي حاجه ما هي اللي بتخليني مندفع ان انا اعمل كده. بس انا ارجع للسؤال بتاع حضرتك ان لازم الواحد يشتغل على نفسه ان هو يبقى على مستوى وورلد كلاس، مش على مستوى مصر بس، لان مفيش حاجه مستقره. يعني انا عارف ان في الحكومه المصريه احنا عندنا 5 مليون موظف، وفيهم ناس كتيره مش محتاجينهم. لو الخمسة مليون موظف دول ما طورش من نفسه بحيث ان هو يقدر ان هو يروح وظيفه تانية لو حصل ان هم استغنوا عنه، او حتى لو شركه خاصه استغنت عنه، هيبقى ملوش مكان. يعني يختم بنصيحه كده للشباب، حضرتك تنصح ان هو دايما يطور من نفسه، هو ده الحل؟ بس قبل ما يطور من نفسه يعرف هو نوع الذكاء بتاعه مناسب مع انهي وظيفه. ودي حاجه كتير انا بحس مشكلتي مع الطلبه هنا في مصر ان هم كلهم بيبقوا ماشيين ورا بعض. يعني كلهم بيخشوا نفس التخصص، كلهم بيروحوا. يعني مثلا اكتر وظيفه بيروحها الشباب هي كول سنتر. هي فلوس كتير دلوقتي، بس انت خبرتك هي عباره عن الست شهور اللي اتعلمت فيها ازاي ترد على التليفون، اضربها في 10 15 سنه لو حصل. وناس كتير بيجي لها مشاكل في ودانها بسبب الوظيفه دي. لا، انا عايزك تفكر في حاجه فيها مهاره تخلي عندك، يبقى مع الترند شوف ايه يكبر فيها، يعني انه يتطور فيها. وفي على فكره حاجه تانية مهمه جدا، ممكن يبدا مشروعه. انا شايف يعني انا شايف في كتير قوي شركات في مصر، مش عايز اقول اسماء، يعني ابتدت بشباب كان مشروع التخرج بتاعهم في الكليه. فده برضو حاجه مهمه، موضوع تطوير المشاريع وان الواحد يعمل مشروع وفكره. انا شايف دي حاجه قد تكون، يعني مش لازم افكر في اطار الوظيفه برضه. طب دكتور هاني بقى نصيحه كده اخيره للشباب. نص دقيقه كده للشباب. تمام، نصيحتي للشباب ما تسمعش كلام حد، اعداء النجاح كتير قوي. اسمع كلام نفسك وركز على هدفك. لازم تتحرك عشان بص لها، احنا عايشين من 60 ل 80 سنه. ولما تكبر هيبقى عندك 60 70 80 سنه، هتندم جدا على الفرص اللي انت ضيعتها في حياتك. انت شاب صغير دلوقتي، عندك طاقه وعندك وقت، فطور من مهاراتك، ابحث على الوظيفه اللي انت عايزها وعافر وما تسمعش كلام حد. بالظبط، بشكركم جدا، شكرا جزيلا، شرفتوني النهارده واستفدت جدا، وكنت اتمنى الوقت يطول اكتر من كده. شكرا يا رنا، شكرا جزيلا ليكي حياتي. شكرا مشاهدينا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.